شهدت مدينة المحمدية على مستوى شارع الحسن الثاني والمقاومة بعد ظهر يومه الاثنين 4 يناير الجاري 2016 حادثة سير مفجعة تزامنت مع سقوط أولى القطرات المطرية على المدينة، حيث انزلقت شاحنة كبيرة فقد على إثرها السائق السيطرة على الشاحنة التي كانت تسير في اتجاه المدارة الكبيرة المحادية للوقاية المدنية، ليصطدم بمجموعة من سيارات الجر المتواجدة بإحدى الساحات هناك. نجمت عن مصرع سيدة في الحال، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى مولاي عبد الله. غادي نقول لك أولدي الله يهدينا، راه الإنسان كيمشي بسرعة وعدم التحكم وما كيتكيش شيء، ونظرا للثقل ديال الكاميو يعني تقيل على السيارة، واش مول السيارة غادي يمشيو مول الكاميو غادي بسرعة؟ راه لا يعقل هذا. هذه الحادثة الثانية، عير في راس السنة راكم عينتوا هذيك الحادثة هذيك اللي ماتت مرة واحد، ما راهو السيد تقشر تحت من الرويد. الإنسان خاص يشور، خاص بشوية. كاين شي ناس اللي كيقولوا راه مع الشتاء هذا، اش ترد عليهم؟ تقول الشتاء ولدي شنو اللي غادي دير؟ علاش؟ اشنا هي؟ شكون اللي ثقيل؟ هو السياره ولا الكاميو؟ شكون اللي خصو يدير الحادثه؟ السياره خفيفه، هذا راه كاميو ثقيل يعني خصو يمشي بشويه. اذا النصيحه للناس اللي في وقت الامطار يعني كيمشيو بواحد السرعه كثيره، اش تقول لهم؟ يمشيو بشويه بالمهل، وحنا في المدينه، حنا باقيين في المحمديه، داخل المحمديه، ما خارجينش حتى في طريق السيار او لا شي حاجه باش نقولوا راه السرعه، يعني المدينه خاص تشور، خاص تمشي بشويه. هذا هو هادشي اللي كنقول. السيدة هي اللي توفات و... نعم. الله يوليها برحمته الله، وكنعزيو الأسر ديالها، وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى. حنا كنقتلوا في بعضياتنا، وحنا إخوان، خاص الإنسان يمشي بشوية، عليها باش نوصل عند وليداتي بخير. ما نقتل تا واحد، ما نتوشي تا واحد، وهادشي اللي عطى الله هو هذا.